موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة، فبعث معهم 70 رجلا يقال لهم القراء، أي حفاظ القرآن، 70 رجلا يقال لهم القرآن القراء، كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، فإذا كان النهار أحضروا الماء إلى المسجد واحتطبوا وباعوا فاشتروا طعاما لأهل الصفة والفقراء. هذه صفة 70 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا هؤلاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الغدر والظلم والخيانة والعياذ بالله. قال أنس: فحضروهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، قتلوهم غدرا، قتلوهم كلهم والعياذ بالله. وكان منهم، يقول أنس، وكان منهم حرام خالي، حرام بن ملحان رضي الله عنه، خال أنس بن مالك، أخو أم سليم أم أنس رضي الله عنهم جميعا، وكان منهم حرام خالي، فجاءه رجل فطعنه بالرمح من خلفه حتى أنفذه، فقال أن حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. قال رضي الله عنه: ثم إنهم قالوا لما قتلوا وماتوا ولقوا ربهم تبارك وتعالى، ثم إنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، فرضيت عنا ورضينا عنك. هذه القصة القصيرة قصة غدر وخيانة وقتل بارد والعياذ بالله بغير سبب. هؤلاء القراء 70 إذا نظرت إلى قصتهم باختصار تقول في حكم أهل الدنيا إنهم فقدوا حياتهم، إنهم خسروا أعز ما يملكون، خسروا أنفسهم التي بين جنوبهم. هذا هو الميزان الذي يظهر للناس في الدنيا، أما في ميزان الحق فإنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، وهذا هو الفوز العظيم. ولذلك قال حرام رضي الله عنه: أول ما طعن فترشرش الدم فتلقاه بيده ومسح به وجهه وقال هذه الكلمة المباركة: فزت ورب الكعبة. يعبر بهذه الكلمة المختصرة عن حقيقة الفوز في حس هؤلاء العلماء الحكماء الذين آتاهم الله عز وجل رشدهم فرأوا الأمور على حقيقتها. فزت ورب الكعبة، وإن كان في ميزان الناس أنه قد خسر نفسه وفقد حياته ظلما وغدرا. وهذا إنما أذكره لنعلم ما هو الفوز، ما هو الفوز الحق، أي شيء يستحق أن يسمى فوزا. هؤلاء الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الفوز في حسهم: فزت ورب الكعبة. ولذلك لا تتعجب إن رأيتهم يتنافسون على هذا ويحزنون إذا فات.
خيثمة بن الحارث رضي الله عنه خرج مع ابنه سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان عنده نساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحدهما ويبقى الآخر مع النساء يحفظهم يرعاهم يطعمهم. فقال خيثمة ابن الحارث لابنه سعد: يا بني آثرني اليوم على نفسك، يعني فضلني على نفسك وقدمني على نفسك حتى أخرج أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأستشهد فأفوز الفوز العظيم. يا بني آثرني اليوم على نفسك. ما معنى الإيثار في مثل هذا الموضع؟ على العكس تماما في حس أهل الناس، في حس أهل الدنيا والعياذ بالله. وإن تعجب من مقولة خيثمة فاعجب أكثر من رد ابنه عليه. قال: يا أبتي، لو كان غير الجنة لآثرتك بها، ولكني أريد الشهادة في وجهي هذا. فلم يجدوا إلا أن يستهموا، يقترعون، يجرون القرعة، أيهم يخرج ليموت وأيهم يبقى ليرعى النساء. فاستهموا، فخرج سهم سعد الابن، وخرج سعد بالفعل ونال ما تمنى، صدق الله فصدقه الله، فاستشهد يوم بدر. وخير الشهداء شهداء، وخير الناس بعد الأنبياء هم أهل بدر. فبقي أبوه حزينا مدة سنة كاملة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فخرج معه فاستشهد هو الآخر، رضي الله عنهم وأرضاهم. في أي شيء يتنافسون؟ وعلى أي شيء يحزنون؟ في غزوة تبوك، وهي التي تسمى غزوة العسرة لبعد المسافة وقلة الزاد وحرارة الجو وصعوبة المعنى، فسموها غزوة العسرة. جاء 7 نفر من الأنصار من أهل الفقر والحاجة يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فاستحملوه، أي طلبوا منه أن يحملهم، فاعتذر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي من فضل المال ما أحملكم به إلى هذه الغزوة. فماذا فعلوا؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ثم وصفهم القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنوا لماذا؟ لأن هذا ليس فوات تعب وجهد وجهاد، وإنما فوات فرصة لنيل الفوز العظيم. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة ولا نلتم من عدو نيلا إلا شركوكم في الأجر. ونزل وصف القرآن لهؤلاء الناس يتلوه الناس إلى قيام الساعة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. هؤلاء 7 الذين منعهم الفقر من المشاركة في هذه الغزوة المباركة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لما أتى 70 المفرزة الأولى من الأنصار إلى العقبة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام ويطلبوا منه أن يخرج إليهم إلى المدينة، فقال قائلهم وهو أسعد بن زرارة وكذلك أبو الهيثم ابن التيهان: يريدون أن يوضحوا للأنصار حقيقة الموقف، يقولون: إنكم إن حملتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
رمتكم العرب عن قوس واحدة، عاداكم الناس جميعا، فإما أنتم قوم تصبرون على القتل، قتل النفس والولد وضياع المال، وإما فاتركوه من الآن فإنه أعذر لكم عند الله. فقام قائم الأنصار، هؤلاء السبعون الذين بنيت عليهم نواة دولة الإسلام، فقالوا: نحي عنا يدك يا أسعد يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. فماذا قالوا؟ قالوا: ربح البيع، لا نخيل ولا نستقيل، لا نقبل منك الإقالة إن طلبتها ولا نطلبها لأنفسنا. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، هذا هو الذي يستحق أن يسمى ربحا، وإن كان فيه فقد النفس وفقد المال ما دام فيه رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة وأنا أقيم بها حائطي، فسله أن يعطيني إياها لأقيم حائطي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه النخلة بنخلة في الجنة. فأبى الرجل، فسمع أبو الدحداح رضي الله عنه فذهب إليه وقال: بعني هذه النخلة بحائطي، بستان فيه 600 نخلة. فقبل الرجل، فرجع أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد اشتريت النخلة بحائطي فأعطيه إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق دواح في الجنة لأبي الدحداح. العذق هو العرجون بما فيه، والدواح الدوحة هي الشجرة العظيمة ذات الظل إن كانت عالية في السماء مرتفعة. كم من عذق دواح في الجنة لأبي الدحداح. ثم رجع أبو الدحداح وفي حائطه بيته وزوجه وولده، فنادى على أم الدحداح من خارج وقال: يا أم الدحداح، أخرجي، فقد بعت حائطي بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، تلك أمة بعضها من بعض تربوا على مائدة واحدة. وهذا صهيب رضي الله عنه جاء إلى مكة عبدا رقيقا فاشترى نفسه، ثم اتجر حتى صار من أغنى أهل مكة مالا. فلما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه أهل مكة وقالوا: جئتنا صعلوقا حقيرا، ثم صرت إلى ما صرت إليه، يعني صرت من أكثرنا مالا، تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ هذا لا يكون. فقال لهم: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلوا بيني وبين نفسي؟ قالوا: نعم. فتعاهدوا على ذلك فأعطاهم ماله، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه مال. فسبقه الوحي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفي رواية: قد ربح صهيب، قد ربح صهيب. هذا هو الربح، هذا هو الفوز في ميزان الحق. وأما ما عدا ذلك فمتاع الغرور حتى وإن اغتر به أكثر الناس. إن تصفحت كتاب الله عز وجل لا تجد فيه إلا موضعا واحدا مفردا يستعمل فيه الفوز على حكم أهل الدنيا،
وهو حكاية قول المنافقين. قال الله عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن، أي يتأخر ويتخلف عن الجهاد، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله، أي غنيمة في الحرب، مال لعاءة من الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا هو الفوز في حكم أهل النفاق. أجمع المفسرون في هذه الآية على أنها إنما نزلت في المنافقين، فأكون معهم فأفوز فوزا عظيما. وأما بقية القرآن فليس فيه ذكر الفوز إلا مع رضوان الله عز وجل ودخول جنته والنجاة من ناره، وهذا في 20 موضعا بالتمام والكمال. فالفوز في حكم الحق تبارك وتعالى قد لخصه القرآن في جملة واحدة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة في سننهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز في حكم الحق. قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا هو الفوز في حكم الحق تبارك وتعالى. وما يؤدي إليه؟ قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو الفوز الحق. وأما ما خالفه فكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي مظاهر الدنيا التي يتنافس الناس فيها بغير حق. لا تعدو، إما أن تكون لعبا ولهوا وهذا مضيعة، وإما أن تكون زينة وتفاخرا وهذا منقصة، وإما أن يكون تكاثرا في الأموال والأولاد وهذا مشغلة، وإما أن يكون في رضا الله عز وجل وهذا مزرعة. فالدنيا إما أن يزدرع فيها الإنسان ما ينفعه عند لقاء الله فيكون من الفائزين، وإما أن ينشغل بها عن الحق الذي خلق من أجله فيكون من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والخيل المسومة والذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والأنعام والحرث، ذلك أي هذا كله الذي ذكر ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. هذا الذي قارن الله عز وجل بينه وبين الأول، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز الحق الذي ينبغي أن يتنافس فيه المؤمنون. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تتركه ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.